بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تكبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تكبيرا. عسى ربكم
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. كتابا يلقاه
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم. سلام هي حتى
مصر.